قصة كهربا، وهنعمل ايه في قصة كهربا وكهربا وكهربا وكهربا، وكأنه يعني في تعتيم كبير على القصة دي. النهاردة لجنة التظلمات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ناقشت كل الامور اللي خاصة بقضية كهربا بناء على تظلم من نادي الزمالك. ارسل بعد مشاركة كهربا او الاعلان عن مشاركة كهربا رسميا بعد انتهاء ايقافهم 11 يناير. كل طرف طرف قدم ردوده في النهاردة، والموضوع اخذ 3-4 ساعات مناقشات. اذا اللي قال ان هي جلسة استماع اللي احنا منهم يعني كان معاه حق، اللي قال ان هي جلسة اصدار قرار فيك او انت مش فاهم حاجة. اذا النهاردة كانت جلسة استماع. يعني ايه جلسة استماع؟ هو جلسة استماع مش معناه ان حاجة تافهة يعني. يعني هو الناس بيقول لك لا مش جلسة استماع، دي جلسة اصدار قرار. لا، وكأنه يعني كلمة جلسة استماع دي معناها ان هي حاجة اي كلام. هي مش كده، هي جلسة استماع معناها انه الناس قاعدة بتستمع للاطراف الخاصة بالقضية. انت مقدم الرد بتاعك بشكل رسمي، الناس بتتناقشك هناك، المحامي الدولي بتاع كهربا موجود، المحامي الدولي بتاع الزمالك موجود، ده بيتناقش وده بيتناقش، ده بيتناقش فيما كتبه في التظلم اللي قدمه اللي هو المدعي اللي هو نادي الزمالك، المدعي عليه اللي هو كهربا بالمحامي بتاعه بيناقش ما تقدم به من طلبات ورد على التظلم بتاع نادي الزمالك. فده بيتكلم وده بيرد وده بيتكلم وده بيرد وده بيتكلم وده بيرد وهكذا. طيب محامي كهربا النهارده طلب اولا تقسيط المبلغ، خاطر لو الطرف متعسر. يعني المحكمه الرياضيه لما قالت تضامنيه ده ان هي بترى ان ده حكمها يبقى افضل للطرفين. ليه؟ افرض طرف تعسر، فيبقى الطرف الثاني يسدد له ويبقى يظبط مع الطرف اللي ما سددش عشان خاطر الموضوع ما يوقفش. هي دي فكره التضامن. يعني بدل ما يقول ده النص وده النص فانا اسدد النص بتاعي افضل مستني التاني يسدد، فلو ما سددش انا ابقى عامل زي البيت الوقف. لا، فالمحكمه الرياضيه بتبقى شايفه دايما في احكامها ان في بعض الاحكام لما تقول تضامني، يعني افرض كهربا ما دفعش والنادي البرتغالي عايز ينجز وعايز القيد بتاعه يرجع بعد 3 مرات ايقاف قيد اخرها الصيف الجاي مثلا يعني، فيضطر ان هو يسدد الفلوس وبعد كده يشوف يعمل ايه مع كهربا، يشتكيه بقى تاني للفيفا كده يعني. والعكس صحيح، ان كهربا اذا النادي البرتغالي مثلا ما سددش فكهربا يسدد وبعد كده يروح يشتكي يشوف النادي البرتغالي ياخد فلوسه منه ازاي. دي فكره الغرامه التضامنيه، ده معناها يعني. طيب فكهربا بيقول المحامي بتاعه انا بطلب تقسيط المبلغ لظروف كتيره جدا. اول حاجه ان اللعيب بتاعي 6 شهور ما بيلعبش وده اثر على دخله المادي. نمرة 2 انا اللعيب بتاعي بيلعب في الدوري المصري وحصل تغيير في العملة في مصر وانا لازم اسدد بالدولار وبالتالي تضاعفت العقوبة اللي عليا او المبلغ اللي عليا وبالتالي انا مرتبي ما تضاعفش. يعني التعاقد بتاعي مع النادي الاهلي اذا كان مثلا 13 مليون جنيه 12 مليون جنيه مالك ليست في محلها. التظلم اللي تقدم به نادي الزمالك ليس في محله. ليه؟ استند على الايميل اللي جه من الاتحاد الدولي يوم 26 ديسمبر لاتحاد الكره المصري، واللي بيقول في هذا الايميل الاتحاد الدولي لاتحاد الكره المصري تفسير للعقوبه لما قال له انه عقوبه الايقاف تنتهي يوم 11 يناير، واللي الاتحاد الكره عمل زي هاني رمزي في الفيلم الشهير غبي منه فيه وقعد يقول لك انا عايزها صريحه عايزها صريحه عايزها صريحه عايزها صريحه. والاتحاد الدولي على فكره ما ريحوش، ما بعتلوش ايميل قال له يلعب صريحه، قال له انا بعت لك قبل كده خلاص. يقول له تاني عايزها صريحه، قال له انا بعت لك قبل كده خلاص. فاضطر اتحاد الكره يطلع الجواب الشهير اللي راح للنادي الاهلي ان كهربا من حقه يشارك. في هذا الايميل بتاع انا بس يعني باي ذا واي كده. الايميل بتاع 26 ديسمبر محامي الكهربا النهارده بيقول ان هو قال ان الايقاف ينتهي، وقال كمان انه عندما ينتهي الايقاف بتاع كهربا وعندما تنتهي العقوبة بتاعت النادي البرتغالي اللي هو قفش البرتغالي العقوبة تنتهي 3 فترات خد ايقاف الصيف اللي فات الشتاء ده الصيف الجاي على المتضرر
من الأطراف كلها أنه بعد الإيقاف الثالث يتقدم بشكوى للجنة التظلمات. وما أن الزمالك تقدم بالشكوى بدري فهذه ليست شكوى في محلها، وبالتالي احنا عايزين نناقش هذه الشكوى للطلب تأجيل البت في أي شيء لشهر أغسطس المقبل. دي طلبات مين؟ المحامي بتاع كهربا اللي هو الرجل التونسي. إذن الشكوى ليست في محلها، وقال حتى الاجتماع بتاع النهاردة مش في محله، مش مفترض كان يتعمل النهاردة. بتاع الزمالك طالب طلبات ومقدم مذكرة فيها حاجات، منها حتى مقدمه ألحق بيها الفيديو بتاع ماتش الأهلي والزمالك، وقال إن كهربا بيستفز جمهور الأهلي والكلام الكبير اللي بيستخدم ده. لكن الزمالك طالب حاجتين أساسيتين. أول حاجة طالب إيقاف كهربا من دلوقتي فورا، إنه في اجتماع اليوم تصدر لجنة التظلمات قرار بإيقاف كهربا لحين سداد المبلغ. الحاجة التانية عايز المبلغ بتاعه كاش وكامل. قالك ان هي تضامنية، يدفع كهربا يدفع النادي البرتغالي، لكن انا عايز فلوسي كاملة. لجنة التظلمات جمعت كل الحاجات دي ورفعت الجلسة، وهتناقش بقى وتشوف هتعمل ايه. اللي وصل لنا ان مفيش حاجة قبل 3 4 اشهر 5 اشهر، حتى ان هم يقولوا هنأجل البت لشهر 8 الجاي وفق الميل اللي جه من الفيفا قبل كده في تفسير، مش هيقولوا كده قبل 3 4 اشهر. وان كهربا مستمر في اللعب طالما لم يظهر التظلمات هتعمل ايه. سألت عشان برضو اكون امين، افرض اسوأ حاجة حصلت، اسوأ حاجة في هذه القضية ايه؟ انه يصدر قرار بايقاف كهربا. اسوأ حاجة للزمالك ان يصدر قرار مناقشة الموضوع في شهر 8، واسوأ حاجة للكهربا ان يصدر قرار بايقاف كهربا. طب في حالة اتعمل كده ايه اللي يحصل؟ وفي حالة اتعدم اتعمل كده ايه اللي يحصل؟ يعني في حالة لجنة التظلمات اصدرت قرار باسوأ حاجة للزمالك، ان قالت لك مش هنبت دلوقتي لغاية 8 الجاي لما الايقاف بتاع النادي البرتغالي يخلص، التلات مدد بتوع الانتقالات، ونناقش بقى القضية عشان نصدر القرار. دي اسوأ حاجة ممكن تواجه الزمالك دلوقتي. ليه؟ لانه الكهرباء لا هيدفع وهيشارك لغاية 8 على الاقل، يعني الموسم كله. وأسوأ حاجة الكهرباء انه يتوقف فجأة يصدر قرار ما تفهمش.